المباشر اللي كنقدموه لكم مباشره من امام محطه القطار بالمحمديه، وقفه جديده ديال اصحاب الطاكسيات بمدينه المحمديه، وهي وقفه بحال جميع الوقفات اللي كاينه الان في المغرب. السلام عليكم على احد الناقبين من جديد المشاهدين. سميه وصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد الطغراني الكاتب عام محلي الكونفدراليه الوطنيه الديمقراطيه الديمقراطيه للشغل، قطاع سياره اجره، مدينه المحمديه. اشرح لنا من جديد الاسباب ديال الوقفه ولو انها ولات معروفه. على غرار الهيئات الخماسيه الداعيه لهذا الاضراب العام ديال 7/3/2022، نحن كهيئات نقابيه تحت لواء او غطاء الهد الخماسيه هذه، كنضم صوتنا للصوت جميع المهنيين المضرورين جراء الزيادات الصاروخيه المحروقات اللي كتاثر وكتثقل الكاهل ديال السائق المهني من الدرجه الاولى. وكيف ما سبق لي وقلت بان السائق المهني يتضرر من الجهتين، الجهه الاولى هو الغلاء ديال الغازوال اللي كيأثر سلب على الزيادات حتى في المعيشه، اذا حنا نتضرر من الزيادات في الغازوال ونتضرر من الزيادات ولا الغلاء ديال المعيشه. هاد الشيء كيأثر علينا حنايا بزاف بزاف بزاف، وجميع هاد الإخوان راه لولا أنهم متضررين راه ما غاديش نوقفوا هاد الوقفة وبهاد الحشد هذا كيف ما كتشوف. وربما الحشد يعني قوي وقوي ومازال إن شاء الله راه ما لقيناش حتى الدراري فين يوقفوا. درت التعبئة لهاد الوقفة هذه؟ ربما كانت نهار. نهار واحد. اي البارح عاد درنا التعبئه، ولكن كيف ما كتعرف السائق المهني من اللي كيتضرر راه كيعبر على الضرر ديالو بوقفه. اتخذتم كعنوان لهذه الوقفه هو الزياده المهوله في ثمن المحروقات، واش هذا السائق المهني عنده غير المعاناه ديال المحروقات صافي ما عندوش؟ نو السؤال الواجهه الاخ ديالي هو ان المعاناه ديال السائق المهني ماشي غير في المحروقات، غير جاد دابا المحروقات اللي ربما عاد كتقاسم معاه حتى ديك الارباح. فكيف ما سبق وبعد قليل بلا ان سياره الاجره حنا دايرين وقفه وسياره اجره من الصنف الاول يعني دخلات على الخط وكتاخذ الزبائن من وسط يعني الوقفه من وسط الاضراب، وهذا خرق سافر للقانون، هذا خرق سافر في حق سياره الاجره من الصنف الثاني. فكنعرفوا سياره الاجره من الصنف الاول كتلتز عندها محطه تهزم المحطه وتهز خارج التراب الجماعي، فهذا الشيء اللي ما كيمكنش ما كنشوفوش حنا نهائيا، واللي ربما اثار حفيظه السائقين المهنيين في هذا الاضراب الوطني هذا. شكرا. مرحبا مرحبا مرحبا. هاك شي واحد. اذا مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث. صاحب السياره ديالو اخ على الصدى ديالك الاستماع 380 يحاول يلتحق السياره ديالو. بالنسبه للاخوان حاولوا تعقبوا كان واحد وحاولوا باش تكونوا منتظمين بالنسبه لهذ الوقفه، واللي باغي يستفزز ما تحاولوش تمشيو معاه في نفس المنهج ديالو. راه حول الاخوان الله يخليكم تحافظوا على الوقفه ديالكم سليمه وتكون جميله ان شاء الله، وتحيه للاخوان جميعا. اذا كما كتشوفوا الان العمليه ديال التعبئه بالنسبه لهذا الوقفه هذه كما كتشوفوا بالصوره، اذا كما كتشوفوا التعبئه في البدايه ديالها بالنسبه لهذه الوقفه الوطنيه اللي كاينه في جميع المدن المغربيه تقريبا. اذا كما كتشوفوا بالصوره عدد كبير من سيارات الاجره الصغيره بمدينة المحمدية اللي منظوا الوقفة الاحتجاجية بداية هذا الأسبوع هذا. كما كتعرفوا هنا في مدينة المحمدية الوقفات ديال الطاكسيات كيديروها كل أربعاء. إذا غادي تبقاو معنا في البث المباشر بعد قليل إن شاء الله تلتقون مع بث مباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء في بث حي لوقائع الوقفات الاحتجاجية هناك لأصحاب الرموكات والطاكسيات وغير ذلك. اذا بعد قليل غادي نكونوا ان شاء الله من بعد ما نكملوا الوقفه الاحتجاجيه هنايا. ها
يعني كما كتشوفوا بالصوره عدد من النقابات اللي مشاركه في هذه النقابه هذه. اذا كانت تواجه قدام المحطه القطار ديال مدينه المحمديه. مضرور لا خويا ما خاصني حتى حاجه خويا، انا خاصني التقار زين. اما واش اللي خدام كثر المشاكل اللي عندك؟ لا ما عندي حتى مشاكل والو الحمد لله. اول مضرور سي خالد سعيد 92 مضرورين في الروسيطه صاحبي، الروسيطه والمازوط الشيفون ما بقاش يطلي والو. دابا داير سيدي 11 درهم وفاصيلة 97 فرانك. كان واحد كان داير 8 درهم فاصيلة شي حاجة. دابا داكشي اللي كان تيسد الصيفور ولا تيديه ليه مول الطاكسي، مول الصيفور بقى ليه عاد تقاصر يعطيهم مول الطاكسي ويمشي حفيان. أما هاد الزيادة أما على هاد الزيادة راه على العموم، حنا بحالنا بحال جميع الناس، ولكن بالنسبة للسائق راه مضرور. واحد الأمل في الحكومة ديال أخنوش؟ الحكومة كل حكومة والنظام ديالها وكل مسار والطريقة ديالو. العمل والأداء ديال أخنوش؟ حنا تنشوفوا القدام ما تنرجعوش اللور، لأن كل حكومة تأدي الواجب ديالها. أما الزيادة راه على العموم، ولكن اليد ضعيفة. كتحمل المسؤولية في هاد الزيادة هادي، شكون اللي خاصو يعني يوقف عليها ورجعها كيف ما كانت؟ وهي في الحقيقة المواطن مضرور وما غاديش مضرور، حنا عارفينه مضرور. أنا السؤال شكون هو في نظرك أنت كمهني اللي كتحمل المسؤولية ديال هادشي؟ شكون هو اللي خاصو يقاد الأمور؟ شكون هو اللي يقاد الامور من وبالنسبه لك انت شكون؟ لا ما عارفش انا بالنسبه لك انت شكون هو ولا شكون هو؟ اذا مشاهدينا بقوا معنا في البث المباشر اللي كنقدموا لكم مباشره. التعبئه كما هي بالنسبه لهذه الوقفه هذه. تحيه للاخ تحيه للاخ محمديه بريس خياط اسبار نائب ديال الكاتب الوطني وكاتب عام محلي في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. هاد الوقفه كنبغيو نبلغوا بها المسؤولين على مدى التذمر ديالنا والسخط ديالنا من هاد الزيادات في المحروقات بالخصوص وفي المواد ديال التغذيه بصفه عامه اللي كتهم جميع المواطنين. احنا من هاد في هاد الوقفه كنبغيو نقولوا لهاد السيد رئيس الحكومه اللي في الاول ديالو قبل الانتخابات وقبل هادي أنا دائما كنقول هذا رأيي، كنقول ما كاينش شي قنفود اللي ملس، كاع القنافات حرشة. من النهار الأول كتعرف بأن راه ما كاين آمال في هذه الحكومة. لا فقدته أنا من هذه الحكومة، وبالأخص من المكونات ديالها. نفس الكلام كنتي كتقولوا لنا وحنا باقيين عاقلين يعني تبدو الحكومات السابقة. لا راه سبق وقلت لك راه ما كاينش شي قنفود اللي ملس، كاع القنافات حرشة، ما غاديش نقول لك هذه الحكومة. خصنا حكومة اللي تكون تراعي المواطن كما كان تيقول لنا قبل. هادو راه مقولات اللي كاينين حاضرين، هادو راه شهادات على لا يرجى شيء من هذه الحكومة، لأن التناقضات اللي فيهم هما رغم بأن لأن المكونات ديالها في الأول كانت كتضارب مع بعضياتها. احنا كنا كنتذكروا السيد رئيس وزير العدل اللي هو ديال الاصاله والمعاصره وهبي قبل هاد الانتخابات في الحمله الانتخابيه ديالو كان كيطالب من رئيس الحكومه باش يرجع 16 مليار. تيقول ليه بانك ديتي 19 مليار خذ جوج ورجع 17. حاليا ولا وزير العدل اللي خصو يحرك هاد الملف. ها هو تا هو هاني مع راسه ولات هضره اخرى. هذا كيبين لك بان راه حكومه ديال التناقضات، حكومه ديال البوليميك، ما عمرها ما غتعطيك شي حاجه. دابا هاد الزيادات الصاروخيه في الثمن ديال المازوت شنو السبب ديالها الحلال؟ واش عندها علاقه بالشركه ديال السامير اللي واقفه او ماذا؟ هذه اول نقطه وكناكدوا عليها. لماذا اغلاق شركه لاسامير؟ المهزله الكبيره بان برلماني
كيطالب على تحييد ديال لاسامير وبناء فيلا تما بلاصه. تصور المطلب ديال برلماني كاينه هذه في البرلمان قالها ماشي انا اللي قلتها. واللي كاينه هذه القضيه ديال داك حنا كنطالبوا بالعفاء الضريبي ديال الدوله، الدوله تسمح بديك الضريبه ديالها ديك 3 دراهم، هذه الدوله ديالنا حنا خدامين مع الدوله، الحاله ديالنا حنا هذه اعمال اجتماعيه حنا كنديروها. حنا كننقلوا المواطن كنديروا الماده الحيويه هي المازوت، ملي كتزيد ليا في المازوت وتزيد في السكر وتزيد في الزيت راه كتقتلني انا بالدرجه الاولى. حنا هذا اليوم داير الوقفه على الغازوال، اما لا ذكرنا على المنافسه الغير الشريفه فهنا عاوتاني كندخلوا الامن كندخلوا موضوع اخر. لان عاوتاني ما كاينش قانون منظم لهذه الحرفه، ناس ما عندهم لا ضمان اجتماعي، ما عندهم حتى شي حاجه، ما كنكسبوا حتى شي حاجه، وما كاينش اللي كيفكر فينا. كاينش اللي كيفكر فينا كشريحه اللي هي بالاصل داك الدم ديال سيركيلاسيون في المدن. حنا كننقلوا جميع المواطنين، وهذه ديال الناس ديال ديك الطبقه الهشه. حنا كنديروا اعمال مع الناس ب7 دراهم بهذه، هذا هما الحدود ديالنا. ما عندناش كنطلبوا دعم وحنا عندنا الكاتكات ولا عندنا هذه. حنا هذه راه الماده الحيويه باش كنخدموا. سؤال اخر سؤال، كيفاش غادي يشوف رئيس الحكومه هذه الوقفات الاحتجاجيه ديال اصحاب الطاكسيات والرموكات على الصعيد الوطني؟ هذا غدا تستمر هذه الوقفات، راه ماشي اخر وقفه، لا الاخوان داروا فيها 72 ساعه. حنا غنديروا فيها رمزيه، ولكن راه ما غاديش تبقى دائما رمزيه، وكنعرفوا بان اكبر مثل هو كثر الضغط راه كيولد انفجار، وما باغينش ننفجروا. كنتمناو يكون الحل ان شاء الله، وشكرا للاخ. نتمناو يكون حل عما قريب. اذا كما سمعتوا النقابي بهذا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله. كيفاش شفتي الاستعدادات ديال هذه الوقفة هذه اللي هي وقفة يعني وطنية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً معكم الحجري مبارك، كاتب محلي، نقابة اتحاد العام الشغالين بالمغرب. أولاً كنشكر إخوان الصحافة المحلية اللي دائماً كتواكب معنا يعني أي حادث كان عندنا كيكونوا معنا موجودين. والان اخويا كان هذه ماشي وقفه، هذا اضراب، هذا اضراب، اضراب وطني اللي جاء بدعوه من المركزيات النقابيه الخمسه اللي اكثر تمثيليه في المغرب. احنا كنمتثلوا المركزيات اللي احنا تابعين لهم، وتنقوموا حتى احنا بالاضراب في هذا اليوم هذا، نظرا للغلاء ديال المحروقات اللي غلاء لمهول واثقل الكاهل المهني بصفه عامه، زائد الغلاء المعيشه اللي هو ديال المواد الغذائيه وما ذلك. لهذا راه السائقين المهنيين يعني ما بقاش عندهم الجهد باش يزيدوا الامام، لانه ولا السائق المهني كيخدم على الغازوال وعلى الروسيطه، ما بقى عنده ما يدي لولادو، ما بقى عنده ما كيحشم. دابا ملي كيدير المازوت، دابا ملي وليتي كتدخل لبومبات المازوت كتحشم، ملي كدير المازوت داك الشيء اللي كيبقى لك ما تعرف واش تعطي المول الطونوبيل، واش تدي انت، واش المازوت دابا ولا كيدي يعني تقريبا كل شيء كيديه المازوت. يعني المازوت راه وصل لواحد الثمن اللي ما نقدروش نأديوه. لهذا كان دعينا لهذا الاضراب هذا، والاخوان راهما كل شيء الحمد لله. انت كتشوف الوقفه راه ناجح، هذا الاضراب راه ناجح، والاخوان كلهم كيستنكروا هاد الزياده ديال هاد الحكومه هذه المشؤومه هذه. كنسمع شنو اللي خلى الدوله يعني لحد الان ما تفعلش المبادره ديالكم ديال دعم السائق المهني فيما يتعلق بالغازوال؟ خويا ما عطاونا حتى شي رد، جلسوا مع 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 جلسوا، عطينا اقتراحات ديالنا، جلسوا مع المركزيات ديالنا، جلسوا مع كتاب الوطنيون ديال الخماسيه اللي هما دائما معاهم في الحوار، ووعدوهم على اساس غيعطيوهم الرد نهار الخميس. يعني تسنينا الخميس، تسنينا الجمعه، لا رد، ما كاين حتى شي رد، لا ما كاين حتى شي حاجه. لهذا حنا كملنا وغادي في الاضراب ديالنا لمده 72 ساعه وقابله للتمديد. العفو.
إذن مشاهدينا بقوا معنا في البث المباشر بين الفينة والأخرى، ناخذوا نقابيين وأيضا مهنيين اللي غيتكلموا لنا في هذا الموضوع هذا وفي هذه الوقفة الاحتجاجية الحاشدة هنايا بمدينة المحمدية وبحال بحال جميع المدن المغربية. ونذكركم أنه بعد قليل غادي نتواجدوا بمدينة الدار البيضاء لتغطية هذه الوقفات الاحتجاجية ديال أصحاب الرموكات وديال الطاكسيات بكل من المحطة ديال الميناء وأيضا المحطة ديال ولاد زيان. بعد قليل غنكون نتواجدوا تماك. إذا كما كتشوفوا حضور اليوم كنشوفوا حضور قوي ديال أصحاب الطاكسيات الصغيرة. بالنسبة للطاكسيات الكبيرة واش ما معنيينش في هذه الوقفة هذه أولا غير السلام عليكم وتحية لك أخ خالد. أيه كمل. سيف أبو سعد الصامت كاتب محلي إفديتي. بالنسبة للطاكسيات الكبار معنيين تاهما بالأمر ماشي ما معنيينش لأن لا ما منظمين حتى حاجة وكما كتشوف يعني بحال هما ما معنيينش لا كيديروا تاهما كيديروا المازوت تاهما كيديروا الغازوال كيستهلكوه يوميا وهما أكثر منا حنايا كيستهلكوا المازوت أكثر منا حنا ما عندهمش هما الدعم ديال الدولة ما عندهم لا دعم لا حتى شي حاجة ما عندهم لا دعم لا حتى شي حاجة ما عندهم هما ما كيتعوضوا حتى فشي حاجة ما عندهم دعم الدولة ما دايرة الدعم كاع الأسطول ديال الطاكسي بعدا بصفة عامة لا للصيف الأول ولا الصيف الثاني ما دايرينش لنا الدعم رغم بأنهم كانوا واحد الوقت كانوا واعدونا باش غادي يعطيونا الدعم ولكن تصاوب دار الأوراق وكل شيء وسمي ولكن من بعد ما بقاش داك الشيء حبر على وراق وصافي دابا كناجدوا الحكومة الشخص ديال السيد عزيز أخنوش باش يديروا لنا الدعم دعمونا كما مدعمين سميتو البحريه اسمو مدعمين كاين دون اخرى اول مره كطالبوا به ولا طالبتوا به لا طالبنا به من قبل طالبنا به وعطاونا وعود ولكن وعود كاذبه ما كاينش شي حاجه قلت لك انايا حبر على ورق ما كاين حتى شي حاجه حتى حاجه ما كاينه اذا الى اين يسير السائق المهني الى الهاويه السائق المهني غادي للهاوية كان كيربح 150 درهم كيديها في البريز ديالو دابا المازوط ولا كيدي ليه منها 80 درهم كتبقى ليه 70 درهم 70 درهم اش غايدير بها وكيخدم مع 15 يوم اللي كيخدم ما كيخدمش اكثر من 15 يوم لان جوج طاكسي قاص من داك الشهر بعضياتهم يعني كل واحد كتمشي ليه 24000 ريال شهريا اللي كتمشي للشيفور الا كان واحد كتمشي ليه 48000 ريال يعني هذاك القدر ديال الفلوس اللي كتمشي ليه راه شهريه هذيك راه اذا واحد الكلمه لاصحاب القرار خاصه رئاسه الحكومه واصحاب القرار اتقوا الله راه اليوم الدنيا وغدا الاخره راه بنادم غادي يموت راه يشوفوا قبل منهم راه كانوا ناس قبل منهم وكانوا مزيانين احسن منهم وما داو معاهم والو ما داو معاهم حتى حاجه راه الا كانوا هاد الناس مسؤولين ميسور عليهم راه شوفوا راه كاينه طبقه اللي هي راه ما كاينش اللي لاقي حتى بالرد ديالها وخبزه يوكلها لولاده. واخا نطرح لك واحد السؤال حنا كنتواجدوا دابا في مدينه المحمديه كما تعرف شركه سمير من 2015 هي متوقفه واش التوقف ديالها كان واحد السبب في الزياده ديال المازوت؟ بطبيعه الحال كان سبب في الزياده ديال المازوت. لان مني كان التكرير هنايا ديال البترول هنايا في لاسمير كان شويه كان بعدا كوميم كان الرفق شويه وكان الثمن طايح. ما دابا من ولينا كنديروا ب 240 لترو راه هادشي راه بزاف راه حنا بالنسبه لينا حنايا راه يعني الماده الاوليه ديالنا حنايا كسائقين مهنيين راه هو الغازوال راه ما عندناش غازوال راه ما كاينش شكرا على هاد الكلمات اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اذا مشاهدينا كما كتشوفوا بالصوره الحجم ديال هذا الوقفه الاحتجاجيه من خلال هذا الزاويه هذه اللي كنقلوها لكم مباشره من شارع من واحد من اكبر الشوارع بمدينه المحمديه اللي هو شارع الحسن الثاني على مستوى محطه القطار اذا كما كتشوفوا
التعبئة ما زالت متواصلة بالنسبة لهذه الوقفة الاحتجاجية. غادي نمشي غادي نمشي لرومانيا ان شاء الله. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنعطي لكم مباشره من المحمديه كما قلنا لكم، وبعد قليل غادي نتواجدوا بمدينه الدار البيضاء لتغطيه هذه الوقفات الاحتجاجيه ايضا بكل من المحطه ديال محطه كازابور وايضا المحطه الطرقيه بولاد زيان. إذن مشاهدينا غادي نوقفوا هذا البث المباشر ونعود نرجع لكم بث مباشر آخر من خلال هذه الوقفة هذه. غادي نعود نرجعوا ناخذوا بعض المعطيات من عند أصحاب التاكسيات وغادي نعود نرجعوا لكم بث مباشر آخر. إلى اللقاء.